مساء الفل، يا رب دايما بخير. اعتقد من الفرص الكويسه في مصر للناس اللي هي الفتره اللي فاتت اللي استثمر. طبعا احنا من زمان، احنا بقالنا في القناه حوالي تقدر تقول 2 ونص، تمام. اتكلمنا عن الاستثمار في فترات كبيره، يعني سواء بقى من اكتوبر للرحاب لمدينتي للتجمع، يعني غالبا في اهم المناطق في مصر. واتكلمنا عن السكن والمعيشة وتغير الأسعار وحاجات كتيرة جدا جدا. طبعا الدولار من وقت ما كان ب 15 جنيه لحد النهاردة ما وصل ل 24 ونص، ده في البنك، أو 25 تقريبا النهاردة، لحد ما يبقى في السوق السوداء بيوصل ل 30 جنيه، واخد بالك؟ فطبعا لو حد كان مستثمر من سنة، ماشي، ده يعني ربنا كرمه وفرصة كويسة. طيب لو حد دلوقتي لسه مهتم او بقى فضل متردد السنه دي، تخيل بقى انت عشان تيجي مصر كام دولار يكفيك شهريا؟ لان الموضوع ده دلوقتي بقى فرق كبير جدا جدا من ساعه ما كنا بنحسب على 15 لدلوقتي اللي هو ب 24 ونص، وكل حاجه يعني لو هنقول من سنه مثلا ممكن تقول زادت مثلا كام، 50% او 60% واكتر كمان. فكل الاسعار زادت، ولكن كمعيشه انت دلوقتي لو بتحسب بالدولار اقل مبلغ انت تقدر تعيش بيه، يعني تخيل انت مثلا لو بنتكلم في 500 دولار، 500 دولار في هذا 20، ده 10,000 جنيه، 500 يعني بتتكلم في كام؟ وادي 4 في 500 ب 2000، حوالي 12,000 جنيه مصري. طيب 500 دولار دول يعتبر متوسط تكلفتك اللي انت لو ب 12,000 جنيه فعلا انت هتقدر تعيش بيها في مصر. طيب ازاي يا عم وليد بتحسب الحسبه دي؟ هنفترض ان انت شخص لوحده، او حتى يا سيدي لو معاك اسره وهتاخد شقه صغيره، شقه صغيره في منطقه متوسطه زي حدائق اكتوبر، تمام، بتوصل هنقول مفروشه، هتوصل مثلا معاك ل 4,000 جنيه، هذا 4، اكلك وشربك في اليوم كده مش هيقل عن 100 جنيه دلوقتي، كل حاجه بقت زايده. يعني قبل كده كنت بقول لك 60 جنيه، 70 جنيه، الكلام ده كله، دلوقتي احنا بنتكلم في 100، يعني 3,000 جنيه في الشهر مقفولين. ده طبعا ده لو الثلاثه دي جت معاك يبقى كويس، يبقى كده كام؟ يبقى 7,000. طبعا انا بتكلم على المبلغ ده لو حد جاي مش، ما انتش بقى ايه، ما تفكرش انك يعني توفر قوي، يعني لا، انت بتفكر انك في معيشه متوسطه، اكلك وشربك وفواتيرك والكلام من ده كده، قلنا كام؟ ادي 3,000 اكل وشرب وحاجات من دي، الفواتير غاز وميه وكهرباء. وانا هحاول ايه اسرح في الكلام عشان ما اطولش عليكم وما تزهقوش. الحاجات التانيه دي يعني مثلا مينيموم كده ايه، كهرباء غاز ميه نت، انت محتاج لك ما لا يقل عن مثلا يعني حوالي 600 جنيه من 600 ل 1000 على حسب استهلاكك، لان انت لو هتجدد باقة نت مثلا كل شهر في الشهر مرتين، او خليها اقول مره اعمل نت ب 200 جنيه، كهرباء وميه وغاز حوالي 400 جنيه مثلا، ادي 600 يا عم، قول بزياده شويه، قول 700 جنيه، واخد بالك؟ يبقى احنا كده قلنا كام؟ قلنا سكن 4، اكل وشرب 3,000 و700، قول يا عم كمان 4، يبقى كده كام؟ 8,000. باقي 4,000 دول بقى تقدر تقول مثلا مواصلات احتياطي، هتوفر لك مثلا مفترض انك توفر 25% من المرتب اللي داخل لك، تمام. ده انا كده بتكلم على حد جاي وبيحسب بس ممكن يصرف في الشهر كام. لكن لو حد جاي بقى هو يشتغل في مصر وعلى المرتبات اللي في مصر، فدي عايز لها فيديو لوحده، عايزين اعمل ابديت كده مرتبات اللي موجوده هنا. طبعا المؤهلات العليا بتبقى اعلى شويه، العامل ممكن يبقى بياخد اعلى من شهاده عليا لسه لو حد لسه متخرج، ولكن المتوسط العام يعني غالبا بيبقى في اليوم المفترض دلوقتي ما يقلش عن 200 جنيه. طبعا الحد الادنى للمرتبات كام؟ 3,000 جنيه. 3,000 جنيه دي اقسمها على 4، اقسمها على 25 مثلا، تمام، بتتكلم اللي هي بقت ادي 200، 200 في لا والله حتى ما توصلتش خالص، هتلاقي رقم راح في داهيه خالص يعني، ماشي. فانت لو المبلغ ده معاك تقدر تعيش بيه في مصر، لو انت جاي ايه ناوي تقعد في مصر. طيب لو انا بتكلم بقى في 6,000 جنيه 7,000 جنيه والحاجه دي، والله تبقى خش على موضوع الشقه الفاضيه وانت تفرشها واحده واحده، او لو معاك مثلا مبلغ بالك كبير وعاوز انت تاخد شقه فاضيه، الشقه الفاضيه عموما في المنطقه المتوسطه هتلاقي من 1000 جنيه ل 2000 جنيه، يعني في الايه، في حدود الرينج ده، وانت افرشها عادي ودي هتوفر معاك كتير جدا جدا.
مش عارف انا تاني ما نسيتش حاجه، بس في مواضيع كتير الفتره الجايه دي هتكلم عنها. معلش الفتره اللي فاتت والله انشغلت كتير، بس دعواتكم يعني شويه حاجات كده، مش بحاول ان انا ارتبها وارتب كام حاجه للقناه عشان برضو يبقى في مواضيع جديده، يبقى في محتوى جديد يفيد الناس. ويا رب يا رب، معلش لو بتاخر عليكم في اي رد على الواتساب او حاجه، معلش اعذروني. ولو حد عنده اي سؤال ابعته او اكتبه في الكومنت وانا هرد عليك ان شاء الله. اشوفكم على خير، سلام.